يسمعون انه فلان خليفة عنده فلان معجزة وفلان كرامة، خو يصير امير المؤمنين ما عنده هالكرامة مولانا؟ فيقولون امير المؤمنين مولانا. انتو شايف العجائز من يقعدون مولانا انت بتكذب ما تكذب بعد، انتو شايف العجائز من يقعدون مولانا انت تحكي لك فت قصة تقول بابا اعجب منها صارت لي الي وخاد. وهكذا بدت هذه مولانا المزايدات. هذولاك ينقلون قصص كاذبة عن الخلفاء، هذولا في المقابل شي يسوون؟ ها مضطرين مولانا. وهذه أين حدثت في الأهم في العام الأغلب بعد تعلمون؟ حدثت في معاجز النبي العملية. النبي ما أدري إيش سوى، والنبي هو معجزة النبي هي ماذا؟ هي القرآن. ولهذا هذول الأمم كان يدخلون إلى الإسلام، يعني المسيحية يدخلون، اليهودية يدخلون، البوذية يدخلون، ما أدري ما يدخلون، هذول هي ينقلون عن أنبيائهم وعن علمائهم إيش عندهم كرامات، إيش عندهم معجزات. هذول لم يقعدون خو النبي إيش عنده معجزة، عنده لو ما عنده مولانا ها؟ خو بس يقولون القرآن، خو من يفهم القرآن؟ فهم يقولون بابا هيك سوى هيك سوى هيك سوى هيك سوى هيك سوى. ولهذا معاجز النبي في صدر الإسلام الكتب التاريخية تذكر 10 و20، إلى أن وصلنا في القرن الرابع والخامس مولانا صارت المعاجز 11,000 معجزة مولانا. ملتفتيني ولا؟ هذا إن شاء الله في وقته، بس الآن أريد أبينكم تخريب شخصية من؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.